السلام عليكم. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن التوصيلات والكارتة بتاعة الأوتدور. هنا احنا طبعا بعد ما اتكلمنا على التوصيل بين الاندور عند نقطة الباور ان وواحد، بعد كده عندي طرف ان واحد واثنين هيبدأ يخرجوا عندي على الروزيتة بتاعة الوحدة الايه الخارجية على نقطة ان وواحد واثنين. خلاص هنلاحظ هنا ان الارضي لونه ازرق والبني اللي هو الكهرباء هو اللون الايه البني، والطرف الاحمر ده اللي هو الكنترول اللي هو ناقل ما بين الاندور والايه والاوتدور. هنشاور على الكويل اللي هو النحاسي ده وبعض الكوندنسرات اللي هي لونها اللبني اللي هي الصغيره دي هتبقى مسؤوله على انها تقلل لي الشوشرة وإيه وقيمة الفيض المغناطيسي. وقبل ما ندخل على قنطرة التوحيد، في عندي الرياكتور هو عبارة عن ملف بيقلل لي برضو الشوشرة والفيض المغناطيسي، وهو متصل بالكارتة دايركت ومع الريليه اللي احنا هنشاور عليه ده مع الطرف الرصاصي. اوكي، بعد كده ال 220 هيخشوا على الأجزاء الإلكترونية وهي الجزء ده وده اللي هم هيقوموا بتحويل الـ AC للـ DC، ثم مع الـ IBM هيتم تحويل الـ DC مرة أخرى إلى AC 3 فاز، يعني بجهد متغير وقيمة تردد متغيرة. ولازم نبقى عارفين أن الجزء الألمونيا ده بيتربط بحوالي 4 مسامير، ده مسؤول على تبريد الأجزاء الإلكترونية اللي احنا شفناها ديت. بعد كده هيتم تحويل الكهرباء على ال3 أطراف دول على الايه الكباس. نمرة واحد، ان ال3 أطراف دول اولا هم خارجين لي 3 فاز على طرف U لونه احمر، ثم الطرف الابيض لونه V، والطرف البرتقاني ده حرف W. نمرة واحد بيبقى متعرفين على الكارتة بالBT7، نمرة واحد ده للون الأحمر، نمرة اتنين للون الأبيض هو البي تي 8، ثم البي تي 9 اللي بناء عليه هم برضو مكتوبين على الكباس، فنقدر أوصل التوصيلات بتاعتي ايه مظبوط. خلاص بعد كده هنتعرف على الجاكات. الجاك الأولاني ده مسؤول على انه موصل لي الاكسبنشن الالكتروني، واحنا شفنا طريقه تركيبه. خلاص، وبعد كده هنشوف الجاك اللي بعديه ده جاك الحساسات. بعد جاك الحساسات في عندي هنا الجزء بتاع لمبه الاشاره، وبعدين الجاك بتاع موتور الايه المروحه، ده جاك موتور المروحه. وهنا دي كده بالكامل الكارتة. اللي بس عايزين ان نتذكر فيه تاني ان هنا ال3 كبستورات الكبار دول مسؤولين عن شحن والتفريغ قيمة الدي سي اللي تم انتاجها من قنطرة التوحيد، وبناء عليه نقدر نفرغها تاني مرة اخرى للانفرتر والاي بي ام عشان يحولهم لي لاي سي 3 فاز وشكرا.